هناك سؤال يطرح بشكل ملح حاليا بعد أن أصبح الإنتاج السينمائي المغربي كميا مهما إلى حد ما على المستوى الإقليمي للمستوى الإفريقي والمستوى العربي، بحيث صارت الآن عدد الأفلام التي يخرجها المغاربة تقارب 25 فيلم مطول في السنة، والعشرات والعشرات من الأفلام القصيرة. السؤال الملح بعد هذا التطور الكمي هو أن القيمة، قيمة هذه الأفلام يلاحظ بأنها ليست في مستوى ما كان منتظرا عندما بدأت، عندما كانت هذه السينما تتلعثم في بداياتها. فالملاحظ أن جل الأفلام المغربية حاليا أفلام مهزوزة فنيا، مضمونيا ليس لها حضور قوي زعما في الرهانات التي يعيشها البلد، يعيشها المجتمع. أفلام في غالبيتها كوميديا مضحكة بسيطة جدا في التشكيل. حتى الأفلام التي تدعي أنها أفلام تحاول أن تقارب موضوعات اجتماعية مغربية في أفلام في حد ذاتها أيضا مهزوزة فنيا، باستثناء بعض الأفلام القليلة ولكنها لا يظهر لها أي أثر على مستوى الجمهور. فالآن السؤال المطروح، هل الرهان الثقافي الأول الفني الذي كان لهذه السينما في البدايات، وأنا أعرف أن السينما المغربية نتاج الأندية السينمائية، نتاج الجامعة الوطنية للأندية السينمائية التي كان نور الدين الصير أحد كان يترأسها في فترة من الفترات وأحد منشطيها منذ البداية في منحاء الثقافي الفني، يعني أن تكون هذه الجامعة السينما المنبثقة عن هذه الجامعة سينما فنية ثقافية وطنية وتستطيع أن تبلغ درجة من العالمية بمستواها الفني الثقافي. فهذا الرهان الآن يصبح رهانا صراحة بعيد المنال على ما يبدو من خلال الإنتاجات التي نشاهدها، خصوصا إلى جانب هذا التطور الكمي أن هناك دعم من خلال صندوق التسبيق على المداخيل، دعم لهذه الأفلام يتزايد كل سنة كما يقول الفرنسي ولا كانيوت السيليفا شاك فوا، ومع ذلك لا يرافقها هذا تحقيق ذلك الرهان الأول، لأن السينما كما قلت هي سينما أنشأها المثقفون في المغرب. ما يميز هذه السينما أن لم ينشئها منتجون خواص، لم ينشئها أناس نقول لهم علاقة بالصناعة السينمائية كما في دول السينماتوغرافية المعروفة. فإذا هذا الرهان حاليا تطور الكمي يرافقه تطور انعدام الفنية بشكل كبير، يرافقه دعم قوي، ولكن هذا الدعم القوي لا يوافق أيضا أفلام في المستوى التي يمكن بالفعل أن تشرف في بلدنا، خصوصا وهذه وأتمم خلال هذا، خصوصا وأن السينما راهن عليها كمثقفين المغاربة أن تكون هي القاطرة. لماذا؟ لأنها جماهيرية وتجلب الجمهور، فراهن أنها تكون القاطرة التي تجلب الأجناس الإبداعية الأخرى في الأدب، المسرح، الرقص، الفنون بشكل عام. فهذا هو السؤال الكبير حاليا الذي يطرح على السينما المغربية، وهو سؤال ملح وملح وملح. في السنوات القليلة الماضية كثر الحديث عن أزمة السيناريو في السينما المغربية، هل هناك فعلا أزمة سيناريو؟ هل يمكن الحديث عن هذه العبارة إذا أخذنا بعين الاعتبار كما قيل ويقال بأن الفيلم الناجح هو السيناريو زائد السيناريو ثم السيناريو؟ هل أزمة ديال السيناريو واش عندها معنى حقيقي ولا غير في اعتقادكم رماد على العين أو اكتشاف عدم التطرق بطريقة ذكية للسينما بصفة عامة؟ إذن مسألة السيناريو. موضوع ثاني هو إشكالية الإنتاجات الأجنبية التي تصور في المغرب، هل نحن في الطريق الصحيح؟ هل هناك استراتيجية صحيحة عميقة لنتعامل مع الأفلام مع الدول الأجنبية من أجل تصوير أفلامها في المغرب خاصة في ورزازات وأنتم تعلمون ذلك؟ وكنعتقد بأن خاصة الأشهر الأخيرة كان واحد النقاش واحد الجدل بين بعض الدول التي تشتكي من كونها لا تصور أفلام عالمية في أحضانها. إذن واش كنديروا ما داكشي اللي خصنا نديروا باش نبقاو يتصوروا عندنا الأفلام الأجنبية، ولا خص السياسة الجديدة، خص استراتيجية جديدة، خص رؤية جديدة؟ القضية ديال السينما الإفريقية
يعني عاد ثاني في هذه السنوات القليله الماضيه اصبحت السينما الافريقيه او السينما الافريقية اصبحت موضه، اصبحت يعني جميع المهرجانات او جل المهرجانات تفكر في السينما الافريقيه. هل هي مساله صحيه؟ هل هي مساله جديه؟ لا سيما اننا نعرف بان المهرجان خريبكا يعني الذي تجاوز 40 سنة الآن، وكنت من المؤسسين لهذا المهرجان، واش النسخة الأصلية هي طبق أصل أو كيفما كان الأمر؟ تعتقدون بأن بقدر ما ازداد المهرجانات حول إفريقيا وعن إفريقيا مسألة صحية؟ 40 عاما من السينما الإفريقية في خريبكا، ماذا جنى المغرب من هذا المهرجان؟ ثم ماذا أعطينا لإفريقيا من خلال هذا المهرجان؟ علما بأنكم ناضلتم منذ البداية، وأكبر دليل وما وقعه الصديق محمد جبران في كتابه نور الدين الصيل الهندسة الأحلام، حيث يتطرق إلى نضالات في بداية مهرجان خريبكا، نضالات ليس فقط سينمائية وإنما سياسية من أجل الوحدة الوطنية، وهذه تحسب لكم. ومسألة أخرى اللي معروفة للأستاذ نور الدين الصيل هو أنه يتعامل كثيرا مع الطلبة والباحثين في المعاهد والمدارس الكبرى. أشياء النصائح أو التوجيهات إن شئتم اللي يمكن تعطى لهذا الشباب التواقين لاقتحام عالم السينما ببلادنا، علما بأن المسائل بدأت تعود إلى الوراء من حيث الإبداع، من حيث الرؤية، من حيث التكوين إلى غير ذلك. أي التوجيهات التي كيفما كان الأمر هناك الناس شباب طلبة باحثون اللي عندهم هم سينمائي وبغاو ياخذوا خطى ثابتة باش يوصلوا على الأقل واحد فيلم في أفلام قصيرة وفيلم طويل إلى غير ذلك. ومسألة كتعلق بالأستاذ نور الدين الصيل شخصيا، في الثمانينيات على ما أعتقد كان أصدر رواية جميلة جدا استمتعت بقراءتها، لا سيما أن أسميتها آنذاك رواية التحدي، كتبها بالفرنسية، والتحدي كان هو أن يكتب رواية بدون لافويل أ، يعني هذه القضية يعني تجوز بها حتى التحدي أكثر من التحدي، لأن رواية باش تكتبها بالفرنسية بدون لا ليتر أ ممتازة. كنا ننتظر من الأستاذ نور الدين الصيل باش مرة يعطينا الإبداعات الروائية، وأنا متأكد تمام التأكيد بأن في جوفه أكثر الكثير، لأنه قارئ كبير ومهتم بالأدب بالفكر بالثقافة وبالفلسفة خاصة. إذا كان أعتقد بأن نور الدين خصو يحرك القلم مستقبلا، لكن كنتفهموا المسائل يعني من كانال أوريزون إلى المركز السينمائي المغربي مرورا بالقناة الثانية، الوقت لم يكن يسمح. أعتقد بأنه حان الوقت، بل حان أكبر الأوقات باش يرفع القلم ويخطط على الأقل إلى ما على الأقل مذكرات ديال نور الدين الصيل. مذكرات الصيل غادي تكون بالنسبة لي عمل منفرد، عمل منقطع النظير، وسنستفيد منه نحن أيضا، ويستفيد منه أكيد ستستفيد منه الأجيال المقبلة. واحد السؤال بغيت نطرحه على نور الدين، إلا كان واحد الأمسية في نفس الوقت في نفس الأمسية يعني وصلته دعوتين، دعوة إلى حفل الأوسكار بأمريكا، وفي نفس الأمسية كان أيضا مقابلة نهاية كأس أوروبا بين ريال مدريد وفريق أوروبي آخر في دولة أوروبية، هل يختار الذهاب إلى ليزوسكار أم يختار الذهاب إلى الملعب لمشاهدة الريال؟ المهرجان الدولي لفيلم الطالب الذي نظم مؤخرا دورته 10 احتفاء بمسار المبدع المسرحي والسينمائي والتلفزيوني حسن الجندي تحت شعار بارز ألا وهو السينما والتكنولوجيات الحديدة، وانفتح على مجموعة من التجارب الفيلمية الطلابية التي تراهن طبعا على التجريب وعلى التحديث، مستثمرة مجموعة من التقنيات ومقاربة مجموعة من المواضيع التي تتجاوز كل الإكراهات المؤسساتية والمجتمعية، فهناك حس مختبري طلابي تجريبي. وفي هذا الصدد أود أن أطرح سؤالا على الفاعل الثقافي وعلى الناقد السينمائي نور الدين الصيل، إلى أي حد
استطاعت السينما التجريب من جهة وسينما المؤلف من جهة أخرى أن تساهم في إبداعية السينما حتى لا تسقط في النمطية وفي ستيريوتيب سواء على مستوى المعالجة تريتمنت أو على مستوى المواضيع.